رقابه ماكو مالي يعني تخفيضات الاسعار وهاي، والسوق نفسه صاعد، وشهر محرم هو المفروض يعني يقللون الاسعار مالاته وهاي. الدولار هسه حسب المعلومات عليه يعني 130، يعني احنا كل ما نروح والله نروح نصرف ب 130 129 128، يعني لا ينزلون الدولار ولا والله شنو صوش المصرف، والله شنو المصرف يقول ما عندي يعني ارجع لل على مود انزل الاسعار وهاي. والناحيه القرطاسيه، القرطاسيه غاليه يعني هسه الدرزن مال الدفاتر يعني ب 13000 و 14000 عراقي، يعني ما يكفي مثل ما نقول الاسره. والله احنا جينا هنا نسوق، صورنا انه سوق الجمله المفروض ارخص واقل من باقي الاحياء مالتنا، وتعنينا لكن تفاجئنا انه الاسعار ايضا مرتفعه وغاليه، واكو هوسه بالموضوع، يعني الشغلات الخدميه، العرباين، الحماميل، صح كل من رزقه، بس شغله ما مرتبه، والشغله هاي يوم على يوم الطبقه المثقفه خلينا نقول او الطبقه اللي تريد حقها ما راح تاخذه من هيك اسواق، لا بالسعر ولا بالراحه ولا بتوفير الشغلات الاساسيه. حاليا هسه العراق دا يمر بارتفاع المواد الغذائيه بصوره كلش قويه، يعني ما يجوز، يعني المفروض الحكومه متابعه لهذه المواد، للتجار المواد الغذائيه، اريد متابعه للدوله، لجان تطلع بالشارع على المواد الغذائيه المرتفعه، لان العالم ما عندها، عالم اكو تتغدى ما تتعشى. واحنا نطالب رئاسه الوزراء ومجلس النواب ان يخرجون للشارع، يخرجون يشوفون المواطن، يتابعون المواطن، يشوفوه، يخرجون للشارع يشوفون آلامه، لان البلد وصل الى مرحله يرثى لها. يؤسفني جدا يعني انه انت تلاحظ صعود السوق بهذه الشاكله، يعني وهذا يعود دائما يعني الى العرض والطلب، بس مع الاسف انه احنا المفروض يعني على البنك المركزي يعني يسيطر على الدولار، يعني هذه مهمته، مو مهمه الشارع العراقي ولا الانسان العراقي، شنو ذنبه هو؟ يعني الان احتار المواطن ما بين الدولار وما بين الدينار العراقي، احنا كنا نتمنى دائما انه الدينار العراقي هو يكون دائما سيد الموقف ويغلب الدولار ويغلب الدنيا كلها، الان مع الاسف انت تلاحظ دائما الدينار العراقي كل ما جاء لي ورا. يعني كنا نطمح انه ونتامل من حكومتنا انه يكون مستوى الرقابه العامه يعني اتجاه المحلات او اتجاه الشارع التجاري بالمستوى المطلوب لهذا الشيء. والله بالنسبه للسوق يجب على الدوله، يجب على الدوله العراقيه يعني لجان اقتصاديه تفتر بالاسواق ويضعون تسعيره للاسواق، هو حد من البشع الاقتصادي. طبعا بالنسبه للصعود والنزول هاي كل سنه احنا العراقيين نمر بها، خاصه العراق باجواء محرم، من يجي محرم احنا نلاحظ القماش يصعد، نلاحظ المواد الغذائيه تصعد، محرم او غير محرم، ان كان شتاء وان كان صيف، يعني الوضع صح ما مستقر ما مستتم بالعراق، بس احنا قاعد نلاحظ كل سنه هذا الصعود، العالم فقرا والمستفيده مثل ما قال صاحبي رؤوس الاموال، رؤوس الاموال هي المستفيده من هذا، يجب من الدوله ان تضع رقابه على هذا الشيء حتى ما يصير تلاعب. السوق اليوم 130 130، هذا الفقير اذا نزل للسوق ما راح يتسوق، السوق قاعد نشوفه صعود ما قاعد ينزل على هذا موسم محرم. اوصل رساله الى رئيس الوزراء ان يضع رقابه على المواد، على تجار المواد الغذائيه خاصه في هاي الايام المباركه، يضع رقابه حتى ما يصير تلاعب بالموضوع، ما يصير تلاعب بالاسعار، الاسعار قاعد تصعد نار وخاصه بوقت محرم، قاعد تصعد مثلا اذا تشوف العدس والفاصوليا التمن وغيرها من هاي الاشياء قاعد تصعد، قاعد نشوفها صعود مو نزول، هذا المواطن الفقير اذا يروح ما يتسوق، يعني ما ياخذ الحاجه اللي يقدر تغطي احتياجاته، راح ياخذ الاقل.
موسم التجار يتحكمون بالسوق، وبعد واكو ناس ورا التجار هي هم تتحكم بالسوق، تعرف انت هذه مصالح، والمصالح صارت مشتركه بين السياسيين مقسومه وبين رؤوس الاموال مقسومه، فعلى هالاساس السوق ده يصعد، وعلى هالاساس اللي جاي يتحمل المواطن الفقير، وجاي توقع على كاهله هواي قضايا من ضمنها هي هاي مال السوق. فهاي اكو مصالح تنضرب اذا ما يصعد السوق. يعني مثلا على سبيل المثال الورق اليوم 130 وبصعود مو بنزول، بس من ينزل اكو ناس تنضرب مصالحها، اكو ناس يعني تقدر تقول استراتيجيات هاي تعتمدها على مستوى احكي لك دول، لانه هسه العراق دولة مستوردة غير مصدرة، كل اللي موجود بالعراق مستورد، ما عندنا انتاج محلي. مو من مصلحة هاي الدول اللي تحيط بالعراق انه يصير عندنا تصدير. العملة اللي عندنا تتسفر للخارج، الموارد اللي تجينا من النفط ومن غيرها تتسفر للخارج، وهو هذا اللي جاي يصير. وبالتالي وبالنتيجة وبالمحصلة النهائية المواطن الوحيد هو اللي مضرور بهاي القضية وبهاي العملية، والمستفيد الأول والتالي رؤوس الأموال، السياسيين، الدول المحيطة بالعراق. المفروض تنزل رقابة للسوق، يباعون هاي القرطاسية بيش هذا بيش هذا بيش، يعني هسه احنا على بداية مدارس، قرطاسية صاعدة كل شيء، يعني المفروض اكو رقابة، اكو هاي يعني احنا امونا يعني وقود يعني معيشي مثل ما تقول، نجيب هن منا ويرحل منا، يعني هل مدبرينها؟ والله هم شو ما اعرف صعدوا السوق، ما اعرف شو قفله صعدوا، حتى هاي الهدوم السود هم غاليه، يعني هم اللي يلبس لابو عبد الله هاي، يعني دشداشه الطفل صارت ب 10,000.